بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين السباكة، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض إزاي إن إحنا نجمع مسطرة دش. إن شاء الله هنتعرف مع بعض الوصلات بتاعتها والتقفيل بتاعها بطريقة سهلة خالص من غير إن أي حد إن هو يقدر يعملها بإيده. دي معانا المصفى الكبيرة دي اللي بتركب على العمود او القايم اللي هو الكبير ده، معانا بيجي معاها صامولة كده ببلية، دي بتبقى على بلية متحركة بحيث ان انا اقدر احركها على اي اتجاه انا محتاجه. بس اهم حاجة نحط الجوانات او الكاوتشات بتاعتها، بيبقى فيه كاوتشة دايما نص بوصة بيبقى عليها سلك او فلتر كده، دي بتركب في النهاية خالص مع الايه، مع الوصله مع الدش ما بين البليه وما بين الدش معانا. ده غطا كده بيخش كبس عشان نربط منه المسامير، وبعد كده بيبقى فيه مسمار زنق برضه بنربطه، وفي نفس الوقت عشان اقدر اثبت المسمارين اللي بيركبوا معانا في الحيطه بيبقى فيه مجرى صغيره خالص كده ممكن فك عاده ولا حاجه، هي بتبقى داخله معانا كبس مش راكبه يعني على سنه ولا حاجه. دي بيبقى معاها قطعتين اتنين، واحدة فوق واحدة تحت، دول تثبيت القايم معانا أو تثبيت الدش على الحائط معانا. برضو تركيبهم لازم نكون نرتبهم برضو عشان يكون بسهولة معانا. احنا أول حاجة بنعدي معانا اللي هو الإفيز ده، هو اللي هو الحامل اللي فوق اللي بيثبت معانا من فوق، طبعا هو بيخش كبس معانا على حسب نوع المسطرة. في انواع كتير الناس برضو بتسأل عليها ان هي ايه افضلهم، النوفا طبعا بس بتبقى يعني سعرها عالي شوية، اللي هي التركي. بعد كده ان شاء الله هنعدي الحامل بتاع السماعة بتاعة الدش معانا، يعني طبعا احنا عارفين ده في ناس بيسموه مسطرة 2 في 1 وفي ناس بيقولوا 3 في 1، هو المفروض 3 في 1 لان انا عندي بيبقى فيه 3 مخارج دخول و2 خروج معانا، اللي هو الدش الكبير والسماعة. طبعا بيبقى فيه زرار ضغط كده معانا، ده اللي ايه بيتحكم في ارتفاعها ان انا اقدر اعليها واوطيها زي ما انا عايز. مجرد ما بنضغط على الزرار ده بتطلع وتنزل معانا بسهولة. بعد كده بنركب معانا الصبانة، طبعا برضه بتخش كبس كده اهو بالشكل اللي احنا شايفينه. في انواع بيبقى معاك كلبس بلاستيك، ده بيكون راكب الكلبس الاول، وده بيبقى كلبس زنق يعني كده بيركب الكلبس الاول وبعد كده بنركبه ايه، بنركب الصبانة عليه. بعد كده بنركب الحامل التاني او الافيز التاني، ده بيكون اخر حاجة. بعد منه بقى ان شاء الله هنقفل المحول معانا. برضه في ناس ما بترغبش في المسطره دي، بتقول لك انا يعني ينفع نركب اي مدش ثابت يكون عملي وافضل من كده. دي السماعه الصغيره، سماعه التليفون، بيبقى جاي معاه خرطومين اتنين، خرطوم 1.5 متر اللي هو بيركب عليه السماعه، وخرطوم تاني حوالي 40 او 50 سنتي، ده اللي بيبقى جايب بيه من الخلاط ومد معايا للمسطره او للمحول اللي هو بيوزع لي للدش معاه. طبعا بيبقى فيها الكاوتشات او الجوانات بتاعتها في الداخل، ما نلفش اي تفلون يا جماعه، نربطها بايدينا. ده المحول طبعا شغال على كعب زي الخلاط معانا. في ناس برضو ساعات ما بتعرفش تقفله، او يعني بالنسبه لسه مبتدئين يعني وبيسالوني، ده بيربط بمفتاح الانكيه. طبعا بنعدي الصاموله الاول، من نعدي الكعب في الصامولة كده هون، وبعد كده هون بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا بيربط سهل خالص لانه له سن داخلي بالنسبة للقايم الدش ذات نفسه، بيبقى في سن داخلي ده اللي بيربط عليه الكعب، وبتكون صامولته 3 ارباع. بيبقى جاي برضو معاه جوان 3 ارباع زي اللي بيركب في صامولة الخلاط معانا نفس المقاس. المحول دايما بيبقى نخلي المخرج التلات ارباع ده اللي بربط معانا على الصامولة، والنص بوصة بيكون في الاسفل. طبعا نراعي الاكرة او المحول لما بحول من الدش للسماعة،
نحاول نخلي بالنا من تركيبه، لان ممكن انني اركبه على اتجاه اجي الف المقبض يرد معايا في الحيطه يا جماعه. فنخلي بالنا من النقطه دي ان هو يفتح لبره، بنقرط عليه بمفتاح فرنساوي زي كده، ما نقرطش عليه جامد، لان طبعا الصواميل والحاجات دي كلها يعني مهما كان بتبقى ضعيفه عن صواميل الخلاط. دي بيبقى جاي معاها طب بلاستيك كده بتبقى راكبه على الايه، على الصامولة. طبعا احنا بنحاول نقفل كل الكلام ده اول، وهنسيب الوصله بتاعت السماعه علشان الوصله دي الصغيره اللي انا هربطها هي اللي هتحدد معايا التثبيت بتاعه على الحائط معانا، ان انا اقدر احدد. طبعا بشبط بس الصامولة، بنحاول نشبطها على الخلاط، لان انا ممكن اخرم واثبت معانا وبعد كده اجي اربط الوصله دي ما تطولش معايا، فهي دي اللي هتحدد معايا ارتفاع الدش معانا بالظبط. طبعا ممكن نعديها من ورا الخلاط، من منتصف الخلاط يعني، بتكون شكلها اشيك. عايزين نرحله على جنب مفيش مشكله برضه، بس انا لو انا هسنتر القايم في النص وهجيب الوصله من على الاتجاه الشمال او اليمين من بره الخلاط، هتوطي معايا الخلاط شويه، لان الوصله دي تبقى قصيره، الا اذا كانت بقى ممكن اجيب وصله طويله شويه مفيش مشكله. بس انا لو انا عندي الخلاط راكب على 85 سنتي من وش بلاط الارضيه، تاكد ان هيطلع ارتفاعه مظبوط زي ما انتم شايفين اهون. طبعا نيجي نعلم يا جماعه، يعني صعب ان احنا نعلم من الداخل على المسافه دي، فاحنا هنعلم ايه، هنعلم من بره الحامل، من بره الفيز معانا اهون، وبعد كده هناخد مقاس الفتحه ما بين المسمارين وهنسنترهم جوه الدايره دي، ان شاء الله هيطلع مظبوط معانا. دي يعني انا بسهل عليكم، دي الكاوتشه النص بوصه يا جماعه، بتركب اخر حاجه خالص، دي اللي بتركب منها للقايم، للسن بتاع القايم على طول. لو اني مثلا ربطت الجوان ده هو، ساعات بيبقى الساموره بتاعتها بتكون طويله شويه معانا، او العمق بتاعها انا غويط، فالجوان ما بيطبعش معايا على القايم الدش. ممكن احط له كاوتشه تانيه نص بوصه مفيش مشكله، وبعد كده بنقرط عليه برضو ببنز كده او بكلابه على خفيف، لان دايما الصاموله دي ما بيكونش فيها جزء ان هو مضلع ان انا اقدر ان انا اربطها بمفتاح بلدي مثلا او مفتاح فرنساوي، فبيكون صعب يعني ده. بعد ما بنعلم هو، هنبتدي ان احنا بالشنيور ونعمل المخارج بتاعتنا. هو بيبقى جاي معاه المسامير التثبيت، يعني المسطرة دي بيجي معاها شامل كل حاجة، ما بنحتاجش اي حاجة خالص لها. كان في بعض المتابعين حبايبي طلبوا مني برضه حكاية القايم اللي هو الدش، انني هل ان ينفع اركب قايم عادي واركب معاه دش تليفون برضه، لان في ناس بتكتفي بالقايم بس، وفي ناس بيقول لك انا محتاج سماعة دش مع القايم يركب عليها المحول، وبيكون اوفر من المسطره وعملي جدا عن المسطره بصراحه. لان ممكن اركب مصفى ستانلس للقايم، بيكون قايم طويل معايا بيجيب لغايه الدش معانا. طب هل ينفع القايم ده على الخلاط الهاند ميكسر؟ برضه ينفع، ان انا هجيب له نبل 3 ارباع في نص واربط عليه الوصله ويركب معايا القايم، وده لو حابب ان انا مركبش يعني سماعة الدش. لو حابب سماعة الدش يبقى هجيب محول، المحول هيجي يركب يلغي برضو معايا النبل 3 ارباع في نص. طبعا بنحتاج مفك رفيع بحيث ان انا اقدر ان انا اعديه من داخل قاعدة التثبيت دي، لانها بتبقى طويلة شوية. بعد ما بخلص تقفيل المسمارين دول، بحاول ان انا اربط المسمار اللي هو الزنق ده، مسمار زنق على القايم بحيث ان هو ما يتحركش لا ينزل ولا يطلع، ده بتاع القايم اللي هو بيتحكم في القايم. برضو لو انا عندي اتحركت شوية القاعدتين التثبيت دول، ممكن ان انا اقدر برضو ان انا ارفعها او انزلها سنة مفيش مشكلة. انا نحاول ان احنا لما نيجي نعمل الفيز التثبيت ده هو يكون ما بينه وما بين المحاول معايا يعني ما يقلش عن 10 سنتي،
ومن فوق برضو من عند الدوران احاول انني افاد الدوران بتاع الدراع بتاع القايم، وبرضو حوالي 10 سنتي ولا حاجة واركبه عادي مفيش مشكلة. يعني ما حاولش انني اوسع المسافة ما بينهم جامد عشان الدوران ده هيعمل معايا مشكلة في التثبيت. ده كده المقبض بتاع المحول اهو شغال في الخارج معانا لبره، وده ما يكون معظمه ان هو بيبقى راكب على اليمين. طقم الخلاط ده برضه في ناس كتير بتسألني عليه، يعني يا ريت بلاش الاسعار يا جماعه، لان انا راجل سباك، ففي ناس بتزعل من حكايه الاسعار دي. اللي حابب يسأل هو متوفر وموجود في كل يعني معظم أماكن خلاط ده، هو طبعا إيطالي. الميزة الحلوة برضو إن عندنا الوصلات أو الخراطيم جاية ماشية معانا بنفس لون البلاط، اللون اللي هو الرصاصي ده، مديه شكل جمالي بصراحة. دي فيها الكاوتشة بتاعتها هي الوصلة، ما بنحتاجش إن احنا نلف تفلون. بس في بعض سماعات بيكون فيها عيب زي ما انتم شايفين، طبعا ربطت معايا الاخر والخرطوم متحرك معايا، في الحالة دي هتسرب مية. نعمل ايه؟ هنجيب عادي كاوتشات نص بوصة بتكون متوفرة، يعني بنجيب كيس يعمل له 3 جنيه ولا حاجة، في كذا واحدة. هنحط بس جوان كمان، ده زيه زي بتاع الوصلة اللي بتركب للسخان او للقعدة الافرنجي. كل الوصل النص بوصة دي الجوانات بتاعتها كلها مقاس واحد، ما عندناش الا النص والتلات ارباع بتاع الخلاط، لان الخرطوم لو بقى متحرك معاك انا ممكن اربطه بايدي ما يجيبش ميه خلاص. عندنا برضو هنا ده اللي هو التجميع معانا على المحول، طبعا الصامولة برضو ربطت على الاخر معانا، ما ينفعش نقرط اكتر من كده لان هي لها مكان بتثبت عنده خلاص في المكان اللي هي بتربط عليه. في الحالة دي نحلها على طول ونحط لها كاوتش كمان. طبعا هي بتفرق برضو على السن اللي انا بربط عليه، يعني انا لو بربط دي مثلا بربطها على نبل، مش النبل هيوصل معايا للجوان الداخلي لان النبل السن بتاعه طويل شوية. فالمفروض ان حاجة زي كده متصممة ان انا بيبقى في معمول لها اختبار في التجميع بتاعها، لان السن بتاع المحول زي ما انتم شايفين مسافته قصيره. في السماعه الدش كمثل برضو الصاموله اللي هي ناحيه السماعه، الصاموله دايما بتاع الوصله المتر ونص بيكون فيها صاموله طويله وصاموله قصيره. الصاموله الطويله دي بتحتاج ان احنا نزودها بجوان او اتنين، نجمد بمفتاح 22 زي كده بيجيب كل الصوامل النص بوصة او البوصة اللي معانا، مفتاح بلد 22. دايما ساعات بتبقى الكاوتشات النص بوصة دي بتكون محملة شوية، دايما ما بتكونش زي اللي مخروطة وجاية جوه الوصلة، فاحنا بنفك عادة زي كده وبنحاول ان احنا ايه نبيتها جوه في الداخل معانا، عشان لو ما بتتش مش هنعرف نشبطها معانا ومش هتربط معانا بسهولة. نحاول برضو ان احنا نلف الوصلة اهو، شايفين انا لفتها شوية عكس الرباط، بحيث ان لما باجي في اخر لفة خلاص الوصلة بتثبت معايا، فهي هتجيب معايا السنة دي معانا او هتيجي في المكان اللي انا محتاج اسيبها فيه يعني اثبتها فيه. لو ما عملتش كده هاجي في اخر سنة الوصلة هتتعصر معايا. بعد كده نحاول نحل الفلتر يا جماعة، ده مهم جدا زي ما انا اتكلمت انني قبل ما بختبر الشغل ده في البداية انني احل الفلتر عشان ما يحصلش فيه انسداد او يضعف المية معايا. بتحل بالايد اهو، وانا قلت قبل كده يا جماعة لو انا حتى مركب شغل قديم وحسيت ان المية ضعفت عندي في المنزل احل الفلاتر بتاع الخلاطات دي كلها، بيبقى اي قطعة خلاط راكب لها فلتر، سواء خلاط شجر او خلاط حيطة او دش زي كده. هو بس هو معظم الدش بيكون الفلتر بتاعه في معظم الخلاطات بيكون واسع الفلتر معانا، اما في قطع الاحواض بيكون الفلتر يعني مسافته ضيقه جدا، بيبقى بلاستيك وطبقات سلك داخلي
يعني اقل شويه صدى او تجمعات رواسب بتقوم جايه سادة وضعف الميه معانا. لان في ناس ياما بتبعت لي على حكايه ضعف الميه دي، حتى في العوامه او العوامه بتاع الكومبينيشن دي بيكون سببها يا جماعه الوصله فيها تراكم فيها ملوحه او العوامه، لان فتحتها من جوه يعني يمكن حوالي 2 3 مللي، رفيعه جدا، حته سلكه مصمت او سلكه نحاس ونقفل محبسنا عادي ونحل الوصله بمفتاح 22 زي كده، هنسلكها نكات العوامه او الوصله معانا، ولو مصديه جامد الوصله ممكن نغيرها يعني مفيش مشكله. طبعا لازم نجرب برضو الميه هون. على فكره ده يعني ميه بتاعه خزان، ميه لسه يعني ضعيفه، طبعا بنشغل مضخه بتكون ميتها قويه عن كده، دي مية السماعة هي شغالة معانا كويسة الحمد لله. ده معانا المحول طبعا، قطع غيار الخلاط ده هو، أو أي خلاط يا جماعة قطع غيار بتكون مقاساتها كلها واحد ومتوفرة، يعني أنا لو عايز أغير القلب بتاع المحول الهاند ميكسر موجود، كمثل برضه لو عايز اغير المقبض اللي هو الدراع يعني بتاع الفتح والقفل، الفلتر برضه متوفر موجود. خلاط ان شاء الله يعني بعض المتابعين عجبهم قوي بصراحة، هو شغله حتى في تركيبه ريح جدا ما شاء الله، نحاس حاجة كويسة محملة. طبعا احنا خلصنا الحمد لله الحوض الوش ركب معانا او الحوض المغسلة ركب معانا، طبعا الطقم الصيني اللي راكب ده هو يعني اللي يشوفه عامل شغل زي الايدي الاستاندر دي في كادو النوع بتاعه، حاجة ضخمة بصراحة. يا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.